السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم إخواني الأعزاء في هذا الفيديو الجديد والمهم جدا على قناة الهاوي المتخصصة في تربية الطيور حول التغذية المفيدة التي يجب أن نقدمها للطيور، وخاصة وقت تزاوج طائر الكناري. وهذه التغذية مهمة جدا للطيور في وقت صنع الأعشاش، وإن غذاء الكناري لا يجب أن يقتصر على الحبوب فقط، وإنما قم بإطعامهم صفار البيض المسلوق جيدا من دون إزالة القشور. ويجب إطعام الطيور بعض الفاكهة مثل الخوخ أو التفاح أو الفراولة لما لها من فوائد كثيرة. طبعا الخوخ والفراولة غير متوفر في الوقت الحالي، ولكن التفاح متوفر في الوقت الحالي عوضا عن الفراولة والخوخ. ويجب أن تخلط الحبوب ببذور الفجل وبذور الجرجير الحار وهي متوفرة في محلات العطارة، ولا تنسى أن تضع القليل من حبوب النيجر على الخلطة فهي مفيدة للذكر جدا، بالإضافة إلى أوراق وأعواد الجرجير، وبالإضافة إلى عظام سمكة الحبار وهي عظام السيبيا، هي مدها بالكالسيوم الضروري للبيض، لأن هذا يقوي سمك البيض، سمك قشر البيض اللين. والكثير من المربيين يعاني من هذه المشكلة، وهي مشكلة لليونة قشر البيض ومشكلة العدد القليل الذي تضعه الأنثى من البيض. يعني لا تقول عندي أنثى قشر بيضها لين وتضع في العش عدد قليل من البيض، ولماذا لا تضع الأنثى 4 أو 5 أو 6 بيضات؟ فإذا لم تهتم في التغذية المقدمة للطيور لن تواجهك هذه المشاكل إن شاء الله. وهذه الخلطة مفيدة جدا للذكر وأنثى الكناري، ويقدم للطيور فترة التعشيش، وبعد أن تنتهي الأنثى من وضع البيضة الثالثة تعود لتقديم خلطة الحبوب تكفي، لأن الأنثى الآن لا تحتاج هذا المكمل الغذائي الذي ذكرته لكم سابقا. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو حول التغذية المفيدة لطيور الكناري في وقت التعشيش، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. ولا تنسوا المشاركة لتعم الفائدة على الجميع، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو إذا أعجبكم، ولا تنسوا إخواني الكرام الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس إشعارات القناة حتى يصل إليكم جديدنا في كل ما يخص تربية جميع أنواع طيور الزينة وفيما يخص جميع أنواع الطيور البرية المغردة. وسوف أرفع لكم المزيد من الفيديوهات التي تخص تربية وتغذية وتزاوج الكناري. ولمن لا يعرف قناتنا الأولى المعروفة باسم الهاوي، سوف أضع لكم رابط القناة أسفل الفيديو بالوصف إن شاء الله. ولا تنسوا الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك، وسوف تجدون جميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا في الوصف أسفل الفيديو. ولمن لديه سؤال أو استفسار يمكنه وضعه في التعليقات أسفل الفيديو، وسوف يتم الرد عليكم في أسرع وقت ممكن إن شاء الله. ولا تنسونا من صالح دعائكم، دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته، وشكرا لكم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.